يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثل ثبوت للتوبة غصيد رب الخالق سبحانه وتعالى دائما في اليوم. أكربوني فان أوبريد، أكربوني سخصرن، أكربوني غلطن، أكربوني في كنف وسط جمانيس الزيدة غصيد رب ثبوت دائما تليا كي تراجم بما تقوي الغرورس. قال سيدي ربي قويس وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إلى دوينا دي الزين غير غريم هذه استغفر هذه ثوب هذه عهد سيدي ربي موت صغيرا روينا كي نخدم كن إلى دوينا كي هذا سعفو الدنوبينس. ولكن هي مثلا إنسان إلى قال ثوب التوبة الصح ماشي التوبة وإذا كان يسكي الدين لكن يقال الفضيل بن عياض رحمه الله إلى التوبة بغير الإقلاع توبة الكذابين. التوبة وفي فيس دائما يتسخيم هذه الغلطة اني نسي خدمك دي الذربري خدمك وتشوي غرورس ينادو من التوبة الكذابين. اياك واياك تجعل ودي يتقصى راسي ربي الخالق سبحانه وتعالى. خزر ثريد مثل فقصي طاقين هدي حكا منصور ابن عمار ابن كثير السلمي الخرساني رحمه الله يقول العالم من علماء اهل السنة والجماعة إن تساعي ونمون داكوليو إن ديف كما فوس بجمانيس إن تشواليغ فظليف الصيام قيام الليل جميع العبادة مرات شبان تدلقس إن د يوسد يولي وقت تشوالي غلام أني ذا يروح ذا شيت يون إن تسقسا في الناس إن دلاني يدي يهيك إن دروحة أثيت زورب وخميس إلا تبضغة تبرد الخميس إلا دوثا إلا تفغد يليس ذا شغي فغير إلا تفكراس اسمه وإلا تسقسى غفاباس إلا تروح تنيس إلا تنبعد كشمر سلمة فلاس وفيث السفرتيد غاث الماس الكخام السفرتيد كم أرثي ماس الكخميس وفيث يضيق أفيش تغنس وذميس ذا بركان النستيج زوين يشوفر نشوفن ينادى شوي عيون ينادى نغاس أجمع إني لا إله إلا الله ينادى خزري ينادى بعد يروح ذي الغيبوبة يروح ذي سد ينادى عود غش بس ما فين ينادى ناس ما إني لا إله إلا الله عود غش بس ست مرات إني لا إله إلا الله ينادي لي دارنيس ينادي خزري ينادي نايد يا منصور الا ويني الا نيجاري نضبو وياك يدو دار ذاك وزمي غافي دادرو اي كويني كان هرسل الا دني غاس لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انت فلا تصلي ثنيني دايره قيام الليل نيني دايره الصيام نيني دايره العباده اللي تخدم ذاك المره ينادي نايد يا منصور كرا دينا مرة خدمة تفوذ من العباد ماشي نفوذ مع ربي باش اهدر في الليل غاشي اهدر في الليل مدن افوذ من مدن كان يتسدر انه يتذكر ماشي افوذ مع ربي انا دنيا انا دنيا ما قيمة وحدين ويتزرنا مدن ادرى ثبوت اقفي الطيقان اتبغي في السيف المخمر الف عائلك قول الهرم تبرز غسيد ربي صر مع صيام إن دكنين الحيرة الوقت زمان إن ديون واس هي كغد فيها هي قريب مثل إن دنيا غسن يثو خميو سفرتي كارف الرام إن السفرنية السفرنية دارو مكاني إن دنيا غسيلين فكي تكتثن القرآن الكريم
إذا في كيد المصحف إذا في غلط قرأ ذي المصحف إذا في ضغط فوسيو في ضغط ثكثة ثنيمة كان كنا ذو فوسيو غرس ذربي مقر غريب ثنيمة إذا ناس ناس ذربي سنحق إسعاد كثر ثقينا إلى القرآن الكريم قولك جمد إلى لك الزخيم ذي الحرمان يدانا ذي المصحف جيم إن الناس ما ذي قلت كذا يشفع أدو خرق ويدنو في خدمة مرة يفعي الخدمة إن دعاء الغراء قبل يتسيد ربي دعائنو إفكي يتسيد ربي يشفع يعوف أيام إن دعاء لكن غاية غير وين أخني خدمة لكن مرة أو كرب وين خدمة مرة ذي دروب وغاية غير وصل إن دعاء الحياة الزمانة كني ديغن إن دعاء يونواسي يعود يتفعي له ليش إن الدنيا غسل أو خميس والسوف أخذي ديرنا أرو مكاني إذا السوف أنا بلقى مزوار وما رثي مست أو خميس إن الدنيا أسف كثير در المصحف إن الدنيا اتفاد المصحف دي كفوسيو إن الدنيا في ضغطة ريك نيم إن الدنيا مقرر إن الدنيا غسل نغسل دي ربيو ذي الحق ذي الحرمة إكس على وليه ذي الحق ذي الحرمة إكس على المصحف من القرآن الكريم ماذا قدت كذي يتشفى أدو خرغي الدنوفيو أي خرق وين خدمك وين خدمك مرة المعاصي يجينا خدمك أنا بس نخرى الثوب إند ولا الطيارة ما في كيد سيدار بيشفى ما يعوفين إند أغاية غير وينك نخدمك من غير الذنوب إني مرة إند خانق العهد سيدار بي من خانق سبحانه وتعالى العهد دفع يقال يدس أما ما بيلم زورا ما مدوسين إند يغور الشيطان إن ذاك نيم الحياة زمان إن أرمين ذا ذري ذاك يطفي إلى ليه إن تشوف أنا إيدر وين ذاك إيد شوية ذاك ثورة إن الناس يفكي ثكثة من القرآن الكريم إن تفكي ثكثة من القرآن الكريم إن ذا الفضص الفضص يدقري فسنين إن ذا عبغة ضغرات قس إن ديوم الحرف ذي القرآن الكريم ويدي فلاله وشوالي تلقوا النيول أكو ذي كثير ثانية يوليون يحرفوا شوية غيرها يغاف لين القرآن الكريم يردسي لربي قروا النيو يغاب وشوية غيرها أشتفى الزاتي وزمي الغاية دورا إنا تزرق بلي سيد ربي يغضف لين خانق العهد أما ذا بردام زوالون أما ذا بريد ويسين إن الدرفضة تكتفنا القرآن الكريم كثير ثانية إن الدرفضة تريق نين إن الدنيا غسي على جبار السماء والأرض سلحق يتسعاد كثير ثقيم سلحق يتسعاد ووايه أسيد ربي إفكي يتشفى الفوسي إناد سيغاس إواي النيم إهدر ذا السند غرم الزغل وقفيان على دي سألة ده دار إلا دار دي قار أمش مالت هيركض تستوفض غرس ذا ربي ومالك دي فك الشفان تسوغيض غرب دنوبينيك وصلي ذا مش حد تمع صرف إيكي دي السوفة اشحال البلان إيكي يكس وصلي ذا ماذا قلنا تسد الموت إذا كي داف دي الدنوبين خدمض أمش ثمسة ديك ندرت فق إن دو إزمير لدين لا إله إلا الله يقول منصور بن عمار رحمه الله إن دو أمد فغغ الغرس إن دو بغدالنيو أم الهواء سلو يقول إن دو المزال أدفغر أدفكارت بورثني نس غرفران إن دو أرمي دنان ثاني موث يموت يسي قبيلة رسيد ربي التوبة يرن القرآن الكريم يغفل لاس لا إله إلا الله أيذ مثلا في قصدين جبان تقيم خيش متغار ولون المؤمنين وتشيريون ديك ست مرس تسين على خطر ما تثوف رسيد ربي قبل أدمي لخصوه فرص الصح وتثوف رسي يكتب يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم التوبة النصوح هذا سيعفوسي ربي إذا بيش دلو بيش وديسكشم غير جمث ما دين التوبة النصوح التوبة
إيش مش ميرال العبد ذي وغير الدنوب نيك خدمة كن النصوحة المعنى نس ذينا ذي القرآن ذيوث ذيوث الصفة من ساعة التوبة إسم أندم رين دم العبد أفينك خدم ماشي أذي كرها كو كان وين يخدم وين ندير أذي كرها ذي بغض أما نتفهم دي نشوف ثيارة مرة ما خلي على كثيرا شو غير اللي يغير غيرك أروين يخدم لك نيم قلت شو غير أبدا وقيمة التوبة النصوحة مثلا ما يثوب العبد توبة توبة النصوحة معناه قلت شو غير أنا الدروف نيم يخدم لك نيم أبدا قلت شو غير أنا مفريد نديري يخدم يخدم يدع الدم أبدا كما يثوب مثلا أمي أري أري نيم العبد شوف الله يعبد سيدي ربنا الخالق سبحانه وتعالى ولكن تزدخل الباطن نسد الفجور للبلام أم كيش كي دفل عبد في سيدي ربيهم أمي أري خان الأمانة سيدي ربيهم أمي أري يوثم كان يخدع سيدي ربيهم الخالق سبحانه وتعالى شوف لها دي في قريبا ليس يخدم العبادة ولكن ازدخل يدي بيان يزدغن وكي دي يكتب توبة الكذابين والكاذب كان يعدي الزاد سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى كما يتمثل خطر في ذنس تسوي غير جلث الكتب يتساوي غير جهنم البعيد عن جوربين جي المؤمنين الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا ويتشكديف أليشكديف أليشكديف دلت فقط مسابت مبابيش وإنك هدرت ذات سيدي كتب سيدة ربي غذاب تيدت وإنك شكديف أنا ذي هدر أتي كتب سيدة ربي غذاب غرش ذا كذاب الله أكبر كما يتمثل إذن ولا قال هذا ننغر خطر ذي العصر نغر ما السندي ولا شيء من يخدم ذاك كين يا سيدة ربي غفور رحيم نعم غفور رحيم نسع غفور رحيم ولكن هذا ترى يوم ركيت بشر إن أدخل مظ ذوين الدرس قال غفور رحيم لا شديد العقاب إخاد سيد ربي قويس نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم إن سيد العبادي وبنيك ذا الغفور ذا الرحيم ولكن العذاب نو ذا العذاب الأليم إذن إيه مثل وإذا قرر هذا المغرش والشتاكيم غس العبد ثقوني مدام ودي قدر المثغى قبض الأرواح الذي قبض الروح نس ثبوت التوبة دائما ثليم سيد ربي ذا الرحمن الرحمن استوسع ورحمتي وسعت كل شيء يقرد قويس قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إن دي نسني لعبادي هو إيقاد يفكان أفوس دي نفسي إنسان قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم غصف كان أفوس دي فروح إنسان إن دي ولكن دي العبادي هو في الرغادي سن ماذا يلقوا إن غرغورة ثبورتي وثليهم أياك وإياك أشكر نفوس دي ضروح ديك حاجة ماذا بالله يقول ملك الموت ذاك الضروح مبابيس دي سكرات الموت التوبين خذين تبورتني تقفي ولكن أقفي ما دام يتعدين نفسي ديك ثوب غير سيد ربي وغير غير سيد ربي قبل ذلك كيف هذه حي إذا أولى قرانا ننغر أرجى آية ذي القرآن الكريم تقيم قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم يا عبادي غصب هذا قد أفكر أنفسي لتروح إنسان لا تقنطوا من رحمة الله وسيسترى ذي الرحمن سيد ربي سيد ربي قد يعفو الدلوف مرة يعفو ثم إنش وإن يا رسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أين خدم ذين خدم ذي الدلوف مش ما أزمات صومي قعام هذا قلنا ماذا قلنا سندق الدلوف يوف الناس إنش الغدرات والفجرات أم كيف تعفو ربي إنش وغدراتك وفجراتك الغدرات ديك الفجرات ديك مره غادي تعفو سيدي ربي مادام الانسان ديال الحي وغايدر سيدي ربي وقبي هذا كيف هذه حي ولكن الايه اللي كما الحديد نقرا كان غير مثلا وسن سلاله قارن سيدي الدنس الكماليش يقرا سيدي ربي يقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم بتصور انت غير ذاك يحبس لي غاشي اي خطر وثكر لا يذيا اذا قال عقيم لي غاس الايه جم الايه جم الايه الصفرح لي عبد الايه ما تسكن دي تسكن الروح دي عبد سيدي ربي دائما وابدا اي تشارج ما يعرفش ما معنى يقول غابورش ولكن لا يتكمل دي الايه كي ثبت الايه دي بدون الزاد وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا وغايت الغرغورين وقفل كل الدياوض العذاب من يرنم سادة شرع الخدمة
كان مدام أدوذ سكرات الموت أدوذ ملك الموت هذا يقضى روح ما بيش يقصى دائما إلى قلع ذلك أن يشفو بلي سيد ربي رحمه ينستوسع الزغار والرسول سوى لك سوى بي سيد ربي غفور رحمه كو يدنو بيعفوث الكامل ولكن دخلوا أنيبوا إلى ربكم وغايت دمعنا وتسيستنا ولكن وغايت ذي الوقت لي يزال ذاك النيام يشفق كده ربي بلي ما رحمه ينستوسع وغايت غار ورس إميرنا تفضل الموقف بلي الزغار ورس ثو خارك وفريد نيني اتبع ذاك نيني أشو خار وفريد نيني ديري أشو خار دي وفريد نيني ديري نحسن دم نظام دم نيني أم قرحان واتعاد الضرب بلت عاود تسكوية الغال غرس واتعاد الحقوق العيفات ماذا قلنا إلى وكي تياسن أكان يتمثل إلى قناع إناقي ثم ستمش ولكن فافيش ماذا قلت فافيش ويثوها للتوبة النصوح دائما يتشغي يتشغي أتصدروا يدس أم مركز أكيم يفيد يحكيك منصور ابن عمار ابن كثير السلمي الخراساني رحمه الله كان يمثل يموت بلا لا إله إلا الله وزميرا لا مش حد يون في سكرات الموت سكرات الموت أسينا إني لا إله إلا الله أم بعد يخزر كذا في صغر قرصة كعقفية إني يسو زميرا لا يبد يفاو وزميرا لا وركش جاير يسهل لا إله إلا الله بشرة في الدنيا إلا قد يلين يتساسير بقميك إلا قد يلين يزغز ضغي بويك ذلك نسي الخدمة يصبح خدم دي الدنيا ركيد يصنطق سواء اجتنين في سكرات الموت من الباقيين لغاس عقير بالليم أين تضغط عشت حشر المثال في المثال أين تضغط عشت حشر أين حسبك حسب ما فين يدخل مض الإنسان الذي هجيان يمانيس عيش ما شئت فإنك ميت عيش إنك يجبله قرار المثال وحب من شئت فإنك مفارقه حمل إنك يجبله لقرار المتفارقه واعمل ما شئت فإنك من جيهم به خمين إنك وحمل إنك يجبله لقرار المتفارقه خمين إنك يجبله لقرار أتستحسب في الناس يا قلاقي كي يم إذا مثلاً القارب يكون يوني مسلي وليش مفيد إنسان الذي يعيبه ولكن يوسف سجل زين قارب القارب مساعد كيف على الخير نعم ما مساعد كيف على الخير أما رجل جوين يساعد أنتو ذا دين سمر ذي الفعال الخير الخوف ربي ذا خي جويس حاجة الفعال الخير يخدم حاجة من هني الشوفة يدي الشوفة الجميس حاجة جوين العين يكسيهم حاجة الجمر قلي حب سيد ربي يكسيهم ويتهجي دائما من سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى من مالي وغيره الله إذن أكرقوين يفغلوا بريد أكرقوين يتعيشون فرق بريد أكرقوين ألا يتعاصون سيد ربي ألا يخدمون وين يحرم سيد ربي وين يوغي سيد ربي وكيف ثاني الحال مدام ألا يتفال ألا يضطر نفسك مدام أقرأك ذي الحية وغاين غروخ لا أقفي أذا كيف هذا الحال ماذا ما يقول ضد ملك الموت الذي قفض روحني لك يا موت زر ذرام ويسد دقيقة ثيض ويسد دقاس غربيض ماذا قال لهم يقول ضد الوقت نيا أسل دمض وندم مسعد شريك يخدم إذن يثمثل أرجع يا ربي وإذا يتسوف التوبة النصوحا أرجع يا ربي ذي المؤمنين حق الإيمان اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.